من فريق قناة أم تحية محبة وسلام من كندا إلى الجالية المسلمة هنا وإلى كل المسلمين عبر العالم وبالمغرب العزيز بالخصوص، ودعوات خاصة لأهلنا بفلسطين. أترككم مع هذه الصور من صلاة العيد من مدينة لافال، وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كثرت في الأمة فتن ودماء في ليبيا، فتن ودماء في العراق، ثورة في سوريا، وعدوان على غزة، وانقلاب في مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه الأمة التي فيها ما فيها تحتاج إلى الدعاء من كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإن كانت أزمة العدوان على غزة أزمة فاضحة عرت صهاينة العرب وكشفتهم بوجوههم القبيحة، ورأينا من يدافع عن إسرائيل أو عن الكيان المغتصب الكيان المعتدي الذي افتعل الحرب بهذا الشكل وقتل النساء والأطفال، رأينا صور الأطفال أشلاء ممزقة، ورأينا صور طعام الإفطار مخلوطة بالدماء والتراب وشظايا الصواريخ، كانوا يتعمدون أن يضربوا قنابلهم وصواريخهم عند الإفطار، حسبنا الله ونعم الوكيل. فوقف العالم وقد أصابه العمى عن كل هذه الجرائم، وقف العالم وكأنه لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. وإن كان الموقف الغربي غير جديد علينا، لكن الجديد أن رأينا من بني جلدتنا من يخذلون إخوانهم، يخذلونهم إعلاميا، يخذلونهم سياسيا، يخذلونهم حتى حينما يطالبون بوقف إطلاق النار بمعاهدة مذلة وليست معاهدة ترد فيها بعض الحقوق والدماء والاعتداءات والانتهاكات. ما كان يخطر ببالنا أن يأتي اليوم الذي يخذل المسلم أخاه، لكن سبحان الله هذه الأزمة أدخلت الصهاينة إلى جحورهم وأخرجت صهاينة العرب من جحورهم. فلا ننسه في دعائنا، ولا ننسه في دعمنا، ولا ننسه في هذه الأيام ونحن نرى ما نرى من عدوان دائم وتآمر دولي، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام وعز الموحدين، وارفع راية القرآن على العالمين، اللهم اغفر لهذا الجمع كله يا رب العالمين، واجعل يومنا أوله طاعة، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا وقبولا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، أهنئ جميع الإخوة الجالية الإسلامية في مونتريال بعيد الفطر المبارك، ونسأل الله تعالى أن يكون عيدا سعيدا طيبا مباركا، وكل عام وأنتم جميعا بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعة الله أدوم. كنا الآن في صلاة العيد وذكرنا الإخوة بفضل الله علينا أن أتممنا صيام رمضان وقيامه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وذكرت الإخوة بأن رمضان ليس هو النهاية للعبادة، بل هو بداية الهداية مع الله سبحانه وتعالى، وبداية انطلاقة من مدرسة رمضان إلى طاعة أقرب، طاعة أسرع، ومسارعة إلى الخيرات أكثر بإذن الله عز وجل. ودائما ما نقول: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم حسين عامر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد بوفارس، مقيم في مونتريال إن شاء الله تعالى. بمناسبة هذا العيد الكريم إن شاء الله، تنتمنى الجميع الجالية المغربية أولا والمسلمين جميعا عيد مبارك سعيد، وتنتمنى إن شاء الله للأمة العربية مستقبل مشرق، والجالية المغربية والمغرب والعرب كلهم إن شاء الله الرفاهية والتقدم والسلامة إن شاء الله، وأن يعم السلم إن شاء الله في بلادنا، وأن يرفع الله علينا البلاء بإذنه تعالى. نتمنى الله سبحانه وتعالى جميع المسلمين والمسلمات عام سعيد وعيد مبارك سعيد، والأمة الإسلامية كلها إن شاء الله السعادة والرفاهية والسلام إن شاء الله الدائم. وتمنى العائلة ديالي وكل الإخوان والأخوات في الجالية المغربية هنا في مونتريال وفي أمريكا الشمالية كل التوفيق والثبات إن شاء الله تعالى، والصحة والعافية لهم والعائلة ديالهم بإذن الله تعالى. مرحبا بكم في الموعد الكبير ديال هذا الصيف. أكثر من 25 مؤسسة وجمعية كتدعوكم باش نحتفلوا جميع في جو من الفرح والافتخار بعيد الفطر السعيد وعيد العرش المجيد. أهلاً وسهلاً، أهلاً بيكم، أهلاً وسهلاً، أهلاً. فرصة حقيقية للتلاقي وصلة الرحم بين أفراد الجالية المغربية وضيوفها. ما نساوش هذا التاريخ، 3 أغسطس 2014 من منتصف النهار إلى 8 ديال العشية، بارك فيلغي مونريال. للمعلومات اتصلوا بهذا الرقم. بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة عيد الفطر المجيد كنتمنى إن شاء الله يكون هذا العيد هذا عيد فرحة على جميع الجاليات المغربية بالخصوص هنا في مونريال، وعلى جميع الجاليات المغربية بالدول العالم، وإن شاء الله تكون في الآل في المغرب إن شاء الله يكون عليهم عام خير وعام نماء وتنمية إن شاء الله وازدهار. نتمنى إن شاء الله الوالدين الكريمين الصحة والسلامة إن شاء الله، والمزيد من الرقي والازدهار لدولتنا الحبيبة المغرب. السلام عليكم، on souhaite à toute la communauté une fête plein de prospérité, plein de joie et plein de fraternité. Et le plus important c'est à travers ce عيد on appelle les gens à être tolérants, positifs et contribuer à la au travail au sein de cette communauté ou de ce pays, ce beau pays qui est le Québec. Alors cette fête elle est organisée par l'association le regroupement des Marocains au Canada. C'est une association qui est créée depuis 94 et on veut toujours participer à des organisations d'activités comme celle-là parce que c'est très important pour notre communauté, parce que ça fait partie de l'image de cette communauté qui veut être avec une belle image, qui est à l'image de cette belle religion qui est l'islam. L'islam, c'est soumission à Dieu, c'est la paix. Donc aujourd'hui, on cherche la paix un peu partout et à travers ces activités, c'est la paix qu'on cherche et la tolérance. Alors cette activité, depuis 8 ans maintenant, on l'organise ici. Ce soir même, il y aura une autre activité où il y a beaucoup d'organisations
qui vont, il y aura une grande activité ce soir, puis il y aura le festival maghrébin, c'est sa deuxième expérience, le premier était l'année dernière, c'était une grande réussite et cette année on espère qu'il y aura beaucoup de monde et c'est toujours dans le sens de la positivité et de la tolérance et de la cohabitation avec nos concitoyens québécois. Assalamu alaikum, كنحب نبارك العيد ديال العيد الفطر والله يتقبل الصلاة والصيام من كل المغاربة خصوصا الجالية المقيمة بكندا وكل الجاليات المغربية والمسلمة وكنحب نهنئ كل المسلمين بهذا النهار الكبير والله يتقبل الصلاة والصيام منا ومنكم وشكرا لقناة ام تي في. السلام عليكم. اولا كنهني الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد على تنظيم هذه المناسبة واشكر الجميع على التنظيم وحسن استقبال كما أهنئ المواطنين جميع المواطنين المغاربة من ملكنا إلى كل أحبائنا في المغرب ونتمنى أن نعيش مرات ومرات هذه المناسبة إن شاء الله. السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد الجالية لكاع الأمة الإسلامية وخاصة بالمغاربة وإن شاء الله ربي يتقبل منا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم التجمع المغاربي بكندا كنهني جميع الجالية المسلمة المتواجدة بالديار الكندي وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله وبحسن الأعمال. بالمناسبة إن شاء الله كان ندعوكم إلى مهرجان المغرب العربي الذي سوف يكون بلافال سنتر دو لا ناتور 10 أغسطس من الساعة 10 للساعة 9 وكنتمنى أن الجالية كلها تحضر في هذا المهرجان وحيكون مناسبة للإخوان أنهم يحتفلوا بالعيد ديالهم وأن يتلقوا صلة الرحم إن شاء الله وبالمناسبة حيكونوا دي بلا دي ديغوستاسيون مغاربيين وغيكون إن شاء الله أناشيد ودي جو غونفلا بالنسبة للأولاد. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, je souhaite les meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité à la communauté musulmane de Montréal et à la communauté musulmane tout entière. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, nos prières, nos bonnes œuvres, inch'Allah, qu'elles soient pures et sincères. Jazakumullah wa khair wa kullu am antum fa khair. J'espère Allah un Eid Mubarak Saïd pour la Jaliya Maghribiya qui est basée au Canada et qui est basée en Amérique, inch'Allah. J'espère Allah يكون عام مزيان ودوم علينا بالصحة والعافية وعلى جميع الإخوان المسلمين أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم، حنا هذا خالد من موريال كنتمنى لجميع الجالية المغربية والجالية العربية والمسلمين اللي كاينة في كندا عيد مبارك سعيد وجميع المسلمين على وجه الأرض عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير وكنتمنى لإخواننا اللي كاينين في فلسطين وفي غزة عيد مبارك سعيد. السلام عليكم، هذا العيد مبارك وسعيد الجالية المغربية الموجودة هنا وسائر الجالية والمواطنين المغاربة أيضا وسائر المسلمين وكنتمنى هذا العيد هذا يكون فتحا وسلاما ونصرا للمسلمين. المبارك سعيد.